سار الليل يا باسل وانا في ضميري شيء عن الميت المرحوم واثار جثمانه لقينا عظمه بالية والقبور خلية واشوف العرب تقتل بعضها على شانه سار الليل لا يبقى بصدرك ولو شوي قبل تدعي في علم ابي منك برهانه بلاكم ما هو في الميتين البلا في الحي إذا صار ما يحفظ مواثيق جدانه قضت المحاكم تقنع العارف والعي وباسل يدعي لكن شهوده اخوانه ترى طرد شيء فات مثل الطعام الني يحط ويشال وتقعد الناس جيعانة ترى الحق يبقى حق والغي يبقى غي ومن لامعه صك الحكم يبلع لسانه لو انك رفيقي كان يمداك عمدة حي ما يمداك مثل الحضرمي عند دكانه أي شحيح على يدي لو نسميه حاتم طي ما هو نافع لما فتح باب ديوانه أعطيناك وصفه لكن آخر علاج الكي ولا وديك صاحبي بين حجانه نعرف الكريم يحط هذه على هذه ونعرف البخيل اللي قاعد بين ورعانه يا اخوك البلا فيك انت والله ما هو في وكيتك في علباك نلقى لها خانه